Actually, you look fine. How are you? أنا رأيي توف بتخيلها جلعاد مانيش معك ما تبقى خومر عشان جلعاد الحمد لله أنا في صحة جيدة وأنا جلعاد شليت I'm very exciting بيفريتي ما تروت سيف في توفي غريخة أنا مرود نرجعش إنها لحظة حاسمة للغاية مرجيش لو أخي توفا مرجيش كل أيوة كل أشعر أني في حالة جيدة وبصحة جيدة إنه أمر مثير أن أقابل كل هذا الكم من هؤلاء الناس الذين عملوا طوال الفترة الماضية على تحريري من الأسر أشكرهم جميعا على تلك المجهودات Five years and nearly 4 months in captivity, that's a long time. Did you ever think you will live to see the day when you can actually walk free? אחריה תקופה ארוכה זו במעצר של חמש שנים וארבעה חודשים. האם היית חושב שיבוא את היום? חמש סנוות מן אל-אסר. הל תחיילת אנחנו סוף היית ליום אל-לזי תוסבח חורן טליקן חריג אל-אסר. نعم كانت سنوات طوال ولكنني اعتقدت أنه سوف يأتي اليوم الذي سوف أجد نفسي خارج الأسر ولكن قد يكون بعد سنوات طويلة أخرى كيف تلقيت الأخبار التي تم تناقلها أنه سوف يتم عقد صفقة يتم بمقتضاها الإفراج عنك تلقيت هذا النبأ قبل أسبوع وأحسست يومها أنها سوف تكون الفرصة الأخيرة لتحريري هل كنت سعيد بهذا الخبر؟ لا أستطيع أن أصف مشاعري حينئذ ولكنني شعرت أنني مقبل على لحظات صعبة للغاية As time passed, did you feel abandoned, forgotten, or were you certain that the negotiations for your release will bear fruit? לאורך התקופה הזאת, תקופת המעצר, طوال هذه الفترة רק אחת, הופעת בסרט וידאו, כדי לומר למשפחה שלך ולעולם כולו שאתה חי. מה קורה? بعد إذاعة الشريط الذي ثبت فيه أنك لا زلت على قيد الحياة، هل هذا مثل بالنسبة إليك بادرة أمل في تحريرك من هذا الأسر؟ أعتقد أنه تم بث هذه اللقطات التلفزيونية من خلال تنسيق بعض الأجهزة الأمنية مع بعضها البعض ولكن هذا الأمر كان لا يعني الكثير بالنسبة إلي قد عني الكثير بالنسبة لأطراف أخرى ولكن ليس بالنسبة إلي בבקשה, אנו שאלנו את השאלה הזו קודמת, אנו שאלנו, נסענו סואל גם למשיך, משים בתרטיב. לא, אנחנו משים בתרטיב, דלואת, אנחנו... מה לשפוות את הסואל? רוחה לבד. עשן אני חסה תעבן, יאללה. טייב. גם לו סואל לבידיו. תני מפדלק. في كل السنين دي طلعت فيديو واحد ما ده انا سالته له اكبر مره اللي فاتت يا فندم ده اكبر مره اللي فاتت يلا سؤال اللي بعده اوكي اوكي اخر واحد بس يلا يلا اخر سؤال لا الا انت اتنسيت او غيره يا جماعه okay. اخر سؤال طب it was the تاني معلش اتفضلي it was the Egyptian national security that mediated for your release there were previous failed mediation efforts including one by the Germans why do you think that this time round the mediation was a success لقد كانت مجهودات كثيرة ومحاولات كثيرة تم بذلها من جانب الوسيط المصري بالإضافة إلى جانب الوسيط الألماني لطالما فشلت هذه المحاولات برأيك لماذا هذه المرة تحديدا نجحت هذه المحاولة الأخيرة من جانب الوسيط المصري في إتمام صفقة تحريرك من الأسر
חושב שהמצרים הצליחו. אעتقد ان المصريين نجحوا ביחסים טובים גם עם החמאס וגם עם ישראל. من خلال علاقاتهم الجيدة مع حماس وكذلك مع الجانب الإسرائيلي. لقد ساعدت هذه العلاقات الجيدة في إتمام الصفقة. What have you missed most while in captivity and what's the first thing you want to do when you get home? برأيك ما هو أول شيء تريد أن تفعله بعد خروجك من الأسر؟ أنت متجعجع إلافا. ما هو الدفر شاطة هتجعجعت له بيوتر كأشر هيتا بمسار. ואיזה דבר שתעשה מיד אחרי השיבה לבית? כמובן שהתגעגעתי למשפחה שלי. بالطبع لقد اشتقت كثيرا لعائلتي. התגעגעתי ל... اشتقت كذلك الى اصدقائي. לפגוש אנשים, לדבר עם אנשים. اشتقت كثيرا لان انتقي بالناس, بالناس العاديين. لاتحدث اليهم, لاحكي لهم عن تجربتي طوال هذه السنوات في الأسر. في الواقع لدي الكثير لكي أفعله. ما الذي تعلمته؟ ما هي التجربة التي استخلصتها من سنوات الأسر؟ ما هي الدروس والعبر التي استخلصتها من هذه الفترة التي شاهدت احتجازك في الأسر؟ שאפשר לסיים, שאפשר לשחרר את ה... من الممكن استخلاص درس שחרור هام לביצוע עסקה בזמן יותר קצר, وهو ان اتمام صفقه تحرير اسير في وقت قصير. Gilad, you've known what it's like to be in captivity. There are more than 4,000 Palestinians still languishing in Israeli jails. Will you help campaign for their release? الآن وبعد تحريرك من الأسر تعلم جيدا ما هي تجربة أن تكون أسير لخمس سنوات, والآن وبعد أن تم تحريرك هناك 5,000 تقريبا, 5,000 أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية. هل من الممكن أن تقود حملة شعبية لتحرير هؤلاء الأسرى الفلسطينيين؟ وأنت تشتطف بكل حليخة كدي لسيئة بشخرورة إتها فلسطينيين شكمو هيو إتها جنب مأسار, شكمو هيو جنب مأسار. אתה רוצה לעשות משהו ותשתתף בכל הליך כדי לשחרר אותם? אני מאוד אשמח שהם ישתחררו. سوف أسعد كثيرا إذا تم تحريرهم جميعا. שלא יחזרו להילחם בישראל. כי יתמקנו מן العودة مجددا إلى أسرهم وعائلاتهم وإلى أراضيهم. سوف أسعد كثيرا إذا حدث هذا. ختام يا جماعة. What are your plans for the future? ما هي خططك بالنسبة للمستقبل؟ מאוד מקווה שהעסקה הזאת תקדם את השלום. أأمل أن تساعد هذه الصفقة في التوصل إلى سلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. عموتين צבאיים ומלחמות בין وأن تدعم أواصر التعاون بين الجانبين. هل تريد إضافة شيء ما؟ شكرا.